فلسطين منتصرة، وأن الكتائب منتصرة، وأن السرايا منتصرة بإذن الله. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون كما قال تبارك وتعالى. إن الكيان الصهيوني اليوم يترنح، والخلاف دب في كل مؤسساته الحاكمة وغير الحاكمة، وهو يبحث عن مخرج، يخرج به من الورطة التي وضع نفسه فيها، والتي وضعه فيها طوفان الأقصى. إن النصر قريب إن شاء الله من هذا الركام ومن هذه المجاعة ومن هذا القتل. سيخرج جيل، من المسلمين، كما خرج سابقا بعد مجاعة التي حصلت في عهد عمر بن الخطاب. إن الجيل الذي خرج من تلك المجاعة هو الذي فتح الروم، وهو الذي فتح كل بقاع العالم. إن ما يحصل الآن هو بالضبط بدايات النصر، أبشروا. لكن في نفس الوقت علينا أن نجاهد بما أمكن، أن نجاهد بالمال، أن نجاهد بالأنفس، أن نجاهد بالكلام، أن نجاهد بالكتابة، فهذا واجب شرعي علينا جميعاً.